أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. المؤمن يفرح لكل قرار ينتج عنه خير للأمة، وكلما كان القرار على مستوى عال كلما انتفع أكبر عدد منه، كلما كان أجر صاحب هذا القرار عظيما. فالله يعطي الأجر على قدر من ينتفع بذلك القرار. ولذلك تجد أن الحبيب صلى الله عليه يخبرنا في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل، أولهم إمام عادل، لأن العدل يعود بالنفع على الأمة كلها. لأن يعدل القاضي بين رجلين ساعة خير لهم من أن تمطر السماء 40 يوما. الله، والله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. ولذلك فإن الحبيب صلى الله عليه لما سرقت المخزومية الشريفة فاطمة، قيل هذه فضيحة، ستفتضح هذه الشريفة بين الناس، فلنبحث عن من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه. فقيل الحب بن الحب أسامة بن زيد. فلما فاتح النبي في قضية سرقة فاطمة المخزومية غضب رسول وقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ فلا زال يصرخ النبي مستنكرا هذه الفعلة، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق الشريف تركوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذا العدل وهذه القرارات الكبيرة التي تنتفع منها الأمة نحن نثمنها، نحن نعلي من شأنها، نحن ندعو لأهلها. حينما رأينا مثلا النساء العاريات يتصورن ويأخذن صورا عند المساجد استنكرنا هذا، وقلنا: كيف يمكن مثلا لموظف في الدولة يعطي مسألة الترخيص لمثل هذا العمل الشائن ولا تجد في الحكومة من يرضعه؟ لكن حينما أيضا تصدر قرارات طيبة نقوم أيضا بالتنويه بها. هذا ميزان تعلم المسلمين، نقول للمحسن أحسنت، ونسأل الله للمحسن أن يجازيه عن إحسانه الحسنى، ونقول للمسيء أسات، ونسأل الله أن يتدارك إساءته قبل فوات الأوان. في هذه المسائل الطيبة التي خرجت والقرارات الطيبة هو ما قام به وزير الصحة في هذه الحكومة، حيث أصدر قرارا بمنع الأطباء في المجال العمومي أن يمتهنوا في المجال الخاص. الله، لأن الطبيب في المستشفيات العمومية تحتاج الأمة، وخاصة الضعاف من لا يجدون المال لكي يذهبوا إلى هذه المستوصفات أو لهذه العيادات الخاصة. ولذلك حينما يذهب الإنسان مثلا المرة تمشي تولد في السبيطار ما عندها شيء الفلوس، ومن تمشي يقولها الطبيب ما راش هنا، هل تسلم إلى الموت؟ إذا تطلب الأمر بتدخل الطبيب لأن الأمر استعسر وصارت عياذا بالله بين الموت والحياة، فيتم استدعاء الطبيب العام فيقال إنه في عيادة خاصة، أليست هذه خيانة للمسؤولية وللأمانة؟ كان على الطبيب الذي يعمل في المجال العام ويتقاضى أجرا على عمله، كان عليه أن يكون وفيا للمسؤولية. ولذلك احنا عندنا الآن مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيحاسب المسؤول عما استرعته الأمة عليه. ابن عمي تمشي انت في الليل المستعجلات وما تصيب طبيب واحد، عباد الله طبيب واحد، الجرحى داخلين واللي الله يحفظه ويستر تقع لهم ازمات طبيه تحتاج الى تدخل سريع، ما كاينش تصيب واحد وما تصيبش واحد، في الرهم قال لك راهم نعمس دي في العيادات الخاصه، هذه مصيبه. فهذا القرار صائب، ونقول له جزاك الله خيرا واحسنت، ونريد ان شاء الله ان يطبق
لأننا سمعنا قرارات مثلها بحال القرار تاع وزير التعليم حينما أصدر قرارا لمنع الأساتذة العاملين في التعليم العمومي أن يعملوا في التعليم الخصوصي. ولكن لحد الآن قال لك أودي هذا العام استثنائي معليش، لكن أعطاهم إن شاء الله أجل للمدارس الخصوصية حتى يعاد للتعليم العمومي يعاد له تعاد له هيبته، أعطاهم إن شاء الله شي سنوات، لكن عليهم إن شاء الله أن يتابعوا الأمر ويطبقوا هذا القرار. إذا خصنا يطبق هذا القرار. واش تعرفوا شنو راه كاين أسيدي في السبيطارات ولا؟ راه الطبيب الآن اللي كيخدم في السبيطار ما يبغيش يخدم تما، وكيجي عنده المريض وكيتفاهم معاه ما يداويش تما، يقبض الرشوة عليه باش يقول له خصني نداويك في العيادة الأخرى. واش راه مشكلة هادشي؟ واش التلاعب عياذا بالله في صحة المواطنين؟ ألا يخافون الله؟ كاع الماندا تاع 2,800,000 اللي كيدي على ذاك العمل وبعد ذلك يتملص من تأدية الواجب مقابل هذه الأجرة ثم يخون وقت آخر لكي يعمل هناك في عيادة خاصة وهو من الوقت الذي ينبغي أن يقضيه في هذا المستشفى. مشكلة هذا فساد، وهذا القرار يأتي لكي يصلح هذا الفساد. هذا الفساد. ثم هنالك قرار آخر وهو خفض أثمنة الأدوية وخاصة الأدوية التي تهم أمراض مزمنة كالأدوية التي يعالج بها السرطان، ووصل التخفيض إلى 80% من 20% إلى 80%، 500 دواء. ويقال هذه الخطوة الأولى وستتبعها خطوة أخرى لكي يشمل التخفيض للأدوية سائر الأدوية التي يتعاطها الناس. إذن قرار يعيد للطبيب العام اعتباره بوجوب لزوم المستشفى العام لخدمة هذا الشعب. ثانيا الأدوية هذه أيضا قرار جري، وننتظر أن ينزل على أرض الواقع، وننتظر أن يشمل في المستقبل الأدوية الأخرى. زين. ثالثا إن قضية راميد، الراميد تعرفوا اسمه، هو واحد القانون ييسر للمعوزين الولوج إلى الصحة، الولوج يستطيع أن يحصل على العلاجات بواحد لاكارت يديرها وببعض الشروط التفضيلية. هذا الشيء معروف، لكننا نقول مع أن القرار قرار جريء ويخفف المعاناة على المرضى والمعوزين الذين يعوزهم وتعوزهم الأسباب والوسائل للحصول على العلاج، إلا أننا نقول إن البداية متعثرة. نرفع عقيرتنا لكي نقول لوزارة الصحة إن البداية متعثرة، فلا زال المرضى يأتون إلى جيوني حتى أنا عندهم هذه الوريقة وخما عندهم شلاكارت لكن مسجلين وعاطينهم إن شاء الله الصلاحية لكي يستفيدوا من هذه الخدمات لأن الشروط كلها متوفرة فيهم، ومع ذلك لا يحصلون على جي خصو راديو ما كانش الراديو يقولوا ما كانش، خصو لي رم ما كاش لي رم، خصو الدواء ما يعطيش الدواء، وعلاش درتوا لاكارت؟ هذه خصها متابعة، وإلا ستبقى هذه القرارات حبر على ورق. نحن لا نريد للقرارات أن تبقى حبر على ورق، نحن نريد للمسكين والفقير في هذا المجتمع أن ينال حظه حتى يحب بلده، حتى يتم توزيع الخيرات لكي يحصل هذا المعوز على الشروط الضرورية الدنيا للكرامة في هذه البلاد، المطعم والمسكن والملبس والصحة والتعليم. يا أخي يا أخي هذه مسائل ضرورية. إذن فنحن نلتمس من الوزارة هذه أن تعمل على التطبيق الفعلي لقانون رميد، أن توفر جميع الوسائل والآليات التي تحقق للمعوزين حقهم في الحصول على الاستشفاء إذا تطلب الأمر. دائما الراديو مخسر، دائما روح برا دير التحليلات، يو علاش عطيتنا الورقة؟ تحليلات ضرورية
والراديو ضروري، والسكانر ضروري، واليرام ضروري، والدواء ضروري، حتى حاجه ما تعطاش غير تانتور. هذه يا رميد ما نكش. لذلك نحن نبلغ لكم واش كاين، كما اننا نزكي قرار وجوب التزام الاطباء في القطاع العمومي بالعمل في المستشفيات العمومية، وكما أننا نثمن قرار تخفيض الأدوية مع متابعة هذا الأمر إلى آخر الخط، فإننا نثمن قرار رميد الذي يسمح للضعاف الولوج إلى عالم الصحة. لكن مع ذلك نقول هذا القرار لا زال لم يعرف طريقه إلى التنفيذ. لماذا؟ لعدم وجود الآليات والمستلزمات لتحقيق ذلك للمواطن الضعيف. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى نطالب بأن يستمر هؤلاء في خدمة هذا الشعب، وخاصة فئاته المسحوقة التي لا تجد لساناً يتحدث عنها وينقل معاناتها إلى المسؤولين. هذه كلمة إلى وزارة الصحة وإلى هذه الحكومة، وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم.